السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إعادة بيع تذاكر كأس العالم، هذه التذاكر، إعادة بيع تذاكر المونديال تتم فقط عبر موقع الفيفا. تعالوا مع بعض نشوف حسن الكواري مدير إدارة علاقات التسويق في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 ماذا قال. لا تنسوا إخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك، تحية كبيرة لجميع متابعيني، هيا بنا نسمع ماذا قال. أوضح حسن الكواري مدير إدارة علاقات التسويق في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أن عملية إعادة بيع تذاكر كأس العالم تتم عبر المنصة المخصصة لذلك على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم. الكواري نوه كذلك إلى أن إعادة بيع التذاكر الرئيسية الخاصة بحاجز التذاكر إجراء يحتم عرض تذاكر الضيوف المرتبطة بها للبيع أيضا. وأكد الكواري توفر تذاكر الفئتين الأولى والثانية، مضيفا أنه سيكون هناك مراكز رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم لحل أي إشكاليات خاصة بالتذاكر في الموقع شهر أكتوبر الجاري.